أشارت النتائج شبه الرسمية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد في لوكسمبورغ إلى فوز الحزب المسيحي الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جان كلود يونكر، لكن من دون تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة جديدة. وأظهرت النتائج حصول حزب يونكر على أكثر من 33% من الأصوات، ولكن بتراجع كبير عن نسبة 38% التي فاز بها في عام 2009. لدي شعور جيد، فنحن الحزب الأقوى في هذا البلد، وهذا هو المغزى لبناء الحكومة المقبلة، يقول جان كلود يونيكر. ورغم أن حزب رئيس وزراء لوكسمبورغ فقد 5% من أصوات الناخبين في هذه الانتخابات، إلا أنه يبقى القوة السياسية الأكبر في البرلمان الجديد. وفي المقابل مني الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض بخسارة طفيفة بحصوله على أكثر من 18% من أصوات الناخبين. أعتقد أنه من السابق لأوانه مناقشة مسألة التحالفات بمختلف أنواعها. الآن نحن بصدد تحليل نتيجة الانتخابات، ولكن ما هو واضح بالفعل هو أن لوكسمبورغ قد صوتت للتغيير، ومهمتنا هي تجسيد هذا التغيير خلال السنوات المقبلة. جان كلود يونكر الحزب المسيحي الاشتراكي الذي ينتمي اليه جان كلود يونكر فاز بالانتخابات التشريعيه المبكره في لوكسمبورغ، ولكن الاحزاب المنافسه الصغيره حصلت ايضا على نتائج جيده، فاذا كانت قادره على التعاون فستكون قادره على تغيير هذه الحكومه. حتى الان كل شيء متوقف على محادثات تشكيل الحكومه الائتلافيه. جيرو شاندور، اورو نيوز، لوكسمبورغ.